أما هلأ فرح اللي حروح لمحطتنا التالية، بنسمع كتير عن الشخصية القوية، كل الناس بتتمنى أنه تكون هي من أصحاب الشخصية القوية. أكيد سلمى، لما بنكون عنا شخصية قوية قادرين يمكن يكون لنا الحضور المميز، قادرين نفرض احترام ومحبة بنفس الوقت، ونكون بعيدين قد ما بنقدر عن اللي مثل ما بنسميها بحياتنا العادية ومصطلح الوقاحة للأسف، يلي في ناس بتخلط بين المصطلحين. صحيح، وهذا يمكن الأساس اللي رح نحكي عنه اليوم، كيف الشخص ممكن يكون صاحب شخصية قوية عن جد، يعني مثل ما بيقولوا مو وقح، أو هو مثلاً في ناس تقول مغرور، شايف نفسه ما بيحب يحكي مع العالم، بيتعالى عن العالم. في كتير فروقات بين أنه شخص يكون قادر يعرف مواصفاته ويتحكم فيها، وبين أنه هو يكون شخص سيء بالتعامل. كل هاي التفاصيل رح نتعرف عليها أكثر مع ضيفنا أستاذ محمد خير البابيدي، خبير بالتنمية البشرية. يسعد صباحك وأهلا وسهلا. يسعد صباحك سلمى، يسعد صباحك فرح، يسعد صباحكم طبعاً كادر هذا البرنامج، والصباح الأجمل والأحلى لمشاهدين أينما كان. صباحك عن جديد أستاذ. اليوم لما بنحكي عن هذا المصطلح اللي هو من أجمل المصطلحات، خلينا نقوله كل يعطى منطبح ومنحلم أنه يكون عندنا الشخصية القوية المؤثرة، خلينا نعرف شو هي الشخصية القوية، كيف منفرق بينها وبين الوقاحة. طبعا الشخصية القوية أو الشخصية، خلينا نقول هي من أجمل الشخصيات أو نقول المميزة، هي اللي بتعرف ما تريد، المتوازنة بمختلف الظروف، بتعرف أي عمل بتقوم فيه، أي نقاش بتسيره، ماذا أريد من هذا النقاش. لذلك بتشوفوا دائما الأعصاب منقول باردة، ما في ضوجان، ويستخدموا كتير هذه الشخصيات في فن الحوار والتفاوض، لأنه تلاقي مثلا صعب أنك تستفزي، صعب أنك تزعجي، ما عنده استقلالية شخصية عن الآخرين، ما هو رهينة للآخرين، يعني عاطفيا ما هو رهينة للآخرين. طبعا هلأ قالت سلمى بالتقديم أنه مثلا كن مثلا بعيدين شوي عن الوقاحة أو كذا، الشخصية القوية هي اللي بتكون الظاهر منبعه الداخل، منبعه الثقة بالنفس، منبعه ما لدينا من معلومات، منبعه ما لدينا من إنجازات، منبعه ما لدينا من ميزات، لكن عندما يكون الداخل فاضي تمام، وأنا ما عندي هذه الأمور وبحب أني أظهر بصراحة قوي لأثبت وجودي، يمكن منفوت بهذا المصطلح يلي قالته سلمى. طب أستاذ محمد، خلينا اليوم نقول في كثير ناس ما بتعرف او ما بتقدر تقيم المشكله اللي هي عم بتمر فيها، وهون المحيط بحس بهذا الشيء اكثر، كيف بنفرق بين انه هذا شخص قوي او هو فعلا شخص مثل ما قلنا وقح او غير مبالي؟ يعني طبعا الشخصيه القويه المؤثره يعني بتحسيها متوازنه، بتحسيها بتحكي الكلمه اللازمه، بتحسيها عم تسعى من خلال حديثها، من خلال عملها، من خلال نقاشها، من خلال حوارها، إلى هدف هي بتعرفه. هلأ الشخصيات الأخرى اللي ما عندها هذه القوة بتلاقيها عم تدور بحلقة مفرغة، يعني مثلا هلأ فرضا نحن الآن بأزمة معينة مثلا تمام، هلأ إذا أنا بدي أقعد أشكي وا 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 إلى آخر، طب أنا ليش بدي وصل؟ لاحظتي كيف بيسأل حاله أنا ليش بدي وصل؟ حوصل لنفسية تعبانة؟ حوصل لعجز؟ حوصل لممكن لحالة نفسية سيئة؟ بيشتغل هون ساعتها قانون الجذب، فبيزداد السوء عندي، فلذلك ما بفوت بهذا المجال، فبيشوف مثلا حتى مثلا بالعسر في ميسرات، بيركز على الميسرات لأنه أنا بدي الهدف. أنا مثلا الآن بحوار، أنا حاطت هدف لهذا الحوار، هذا اللقاء أنا حاطت هدف لهذا اللقاء، أنا في عندي مثلا نقاش معين حتى بالبيت مع الزوجة مع الأولاد، أنا في عندي هدف، فبتلاقيني ما بضوج عنه، ما بحاول أني والله عيط، ما بحاول أني صرخ، ما بحاول أني أصنع أزمة وينتهى الحوار، أنا ما بوصل لهالمرحلة هي، فبتلاقيني منضبط متوازن. ممكن الآخر يفرغ طاقته وبرد بقى بعد مرحلة تفريغ الطاقة، ممكن أنا ألعب بقى بالملعب عنده، لذلك بتحسي عنده خبرة. وبرد بقلك هذه الشخصية القوية ما هي برستيج ظاهري، هي بدها تكون المنبع الداخل، مثل ما قلنا لابد أنه الإنسان يكون عنده خبرات، لابد يكون عنده اطلاع وثقافات، لابد يكون عنده هدف واضح بهذه الحياة، وأيضا الإنجازات ضرورية لأنه بتساعده على التوازن وبتساعده على فن مثل ما منقول السيطرة على الأعصاب.
تمام. بس اليوم كمان أستاذ في كثير من الأشخاص ممكن عندهم إنجازات كثير مهمة بحياتهم محبوبين، لكن للأسف شخصيتهم ضعيفة لأسباب يمكن متعددة، ما بدنا كثير نفوت بالتفاصيل. هدول الأشخاص اللي هن على دراية كاملة بهي المشكلة وحابين يكتسبوا شخصية قوية، شو بتنصحهم؟ طبعا هلا الشخصية الضعيفة رغم إنه مثلا في إنجازات في إلى آخره، هي بترجع ربما للتربية. يعني التربية بتكون خاطئة، التربية بتكون فيها عن طريق تكسير الشخص مثلا أو إهانته أمام أقرانه، أمام الأسرة، أمام رفقاته. هي يعني مثل ما نقول إحنا بين قوسين مصيبة. ممكن كمان الصدمات. نعم. الصدمات ممكن كمان إنه إنسان تهزه، عرفت علي كيف، تخلي مثلا الشخصية ضعيفة. ممكن الشخصية الخجولة المبالغ بالخجل، هو عنده إمكانيات وعنده ميزات بس الخجل تبعه مظاهره أنه ضعيف، فالخجل محمود إلى حد معين. هلأ أنا بنصح هؤلاء دائما، أنا بقول أنت إذا بدك تاخد شخصية معينة تمام، عاشر أصحابه. يعني أنا ممكن أني مثلا خالد هؤلاء الناس المتميزين، يعني ما أكون محصور بالبيت، ممكن فوت مثلا من خلال دورات، من خلال نوادي، من خلال منظمات، شوف ناس محاضرين، ناس مثقفين، ناس متعلمين، ناس محاورين، لاحظت كيف، ناس مثلا إعلاميين متمكنين. أنا مثلا ممكن أكون مثلا أنا بخاف بالكاميرا مثلا، بشوف مثلا ناس بالإعلاميين متمكنين يتعاملون مع الكاميرا وكأنه شيء لطيف وعادي وكذا، بمخالطتهم ومعاشرتهم ومراقبتهم أنا بكتسب. مثل ما قلنا نحن الإنسان بيكتسب من خلال النظر، من خلال السمع، من خلال الرؤية، من خلال البصيرة بيكتسب هذه الشخصية. فأنا بقول لك حيد عن الشخصيات مثلا العصبية، الشخصيات اللي كلامها غير لائق، الشخصيات اللي بصراحة تتفاخر بالأشياء السلبية، لأنه أنت ممكن تتأثر منها. دائما لحنا الإنسان ابن بيئته، ابن محيطه، فبتشوفي مثلا مثل ما بنقول شو بيقولوا مثلا ابن الفنان فنان، نعم. ابن اللاعب لاعب. نعم. ليش؟ لأنه هذا المحيط تبعه، وابن الواثق كمان هو واثق. هي الفكرة، أني أنا أوجد هذا المحيط يلي بيعطيني الشخصية اللي بدي إياها. كثير ناس مثلا هي بشخصيات هي متضايقة بلك أنا عصبي بنرفز، كلامي ما بحسن توازن، أي إنسان شوف أنت المعشر تبعك هو من هذا النوع، فلا ممكن تطلع لمعشر آخر مثل ما قلنا عن طريق النوادي، في نوادي، في معاهد، في دورات، في إلى آخره، ممكن يكتسب هذه الصفات وتصير أصيلة فيه ربما أكثر من الصفات الأولية. طيب أستاذ محمد، خلينا نحكي كمان اليوم عن عوامل هامة بتساعدنا بتدعيم الشخصية القوية. مثل ما قلت حضرتك، هي شخصية مكتسبة بكثير من الأوقات، أو في ناس كمان ممكن تأخذها من المحيط تبعها، ولكن بنشوف أحيانا الناس اللي شخصيتهم قوية ما بيقدروا يتعاملوا مع الكل بنفس، بيقول لك ما عم يفهموا علي، ما عم يعرفوا يتعاملوا معي. هل بيعاني صاحب الشخصية القوية من بعض الآثار الجانبية بالتعامل مع الناس؟ هلأ الشخصية القوية ممكن أنه الناس ما تفهمه، يعني هلأ ممكن يكون صاحب شخصية قوية لكن ربما هو لا يجيد أو ما معه وقت بصراحة أنه يأخذ ويعطي، لاحظتي كيف، فبيعطي الموضوع بشكل أمر، فالناس ممكن تتآلم أنه تقول هذا مغرور شايف حاله. مو هو مغرور شايف حاله، بس هو بصراحة شايف مثلا الشيء اللي أنت مالك شايفه، فهو ما عنده الوقت انه مثلا يشرح لك ويفاوضك لا مثلا رب الاسره القوي مثلا شخصيته القويه اللي عنده الكاريزما اللي عنده الحضور، يعني غالبا مثلا بقول له لا تساوي هيك مثلا، او المدير لا تساوي هيك، لاحظتي كيف، هلا هو بيكون قرار صائب لانه هو بصراحه يعني عنده الخبره وعنده الشخصيه اللي تصدر هذا الامر، لكن ما عنده الوقت انه والله لكل انسان بقى اجيب اشرح له وساوي وينا، لاحظتي كيف، فهذا أمر آخر. فممكن أنه يتخذ مثلا أنه والله شايف حاله مغرور، يعني صارم كذا، تطلق هذه العبارة. هو لا مو هيك، هو مو هيك، فقط أنه هو بصراحة شايف الشيء اللي أنت مالك شايفه وما عنده وقت أنه يأخذ ويعطي بهذه الأمور. إذا بدنا نحكي نحن عن الأشخاص كآباء، إذا بدنا نقول بداخل المنزل وهن أصحاب القرار الأول والأخير، إذا كانت شخصيتهم كتير قوية، إذا بتشوفهم المفروض لحتى نحن نورث أو نعطي هي الصفة الحلوة لأبنائنا من الشباب أو حتى الصبايا، نفهمهم يمكن كل موقف ليش نحن تصرفنا هيك، مشان يمكن لحتى، لأنه بفترة المراهقة اللي هي فترة كتير صعبة ممكن الأبناء يعتبروها نوع من النرجسية الأهل،
نوع يمكن من سيطره الاب، وهي الصفات اللي ما بيحبها المراهقين نهائيا. طبعا انا بدي اقول للاباء للامهات، الشخصيه القويه لا تعني القسوه، نعم، لا تعني والله المنع لمجرد المنع، لا تعني السيطره. الشخصيه القويه بالعكس ضمن الاسره ضمن الاداره بتكون محببه. لاحظتي كيف؟ يعني بتشوفي انه حتى لو مثلا منعته امه بس هو بيحبها لانه بيعرف انه هي لمصلحته. هون القوه انك انت تقنعي الطرف الاخر انك انت قويه لمصلحته مو عليه. لاحظتي كيف؟ انه طبعا هي من تجي بتجي نتيجه الخبره. هلا انا وبشوف والله مثلا والدي او والدتي مرقوا بمراحل صعبه ولقيتهم متوازنين، مرقوا بازمات ما لقيتهم مهزوزين، بالاخير يعني لقيت بعيوني وشفت انه والله هن وجهه نظرهم هي الصائبه، انا اجمالا صار في لي ثقه فيهم، فبيعطوني الامر حتى ولو ما فهمته بعرف انه هن يا اخي عندهم هذه الخبره وعندهم هذه المعرفه. انا بدي اوضح للناس الشخصيه القويه لا تعني اني انا اكون قاسي، لا تعني اني انا اكون يعني عصبي او والله العصايه بايدي، او بالعكس هذا الضعيف ليس الشديد بالسرعه. مين الشديد؟ نعم. الذي يملك نفسه عند الغضب. الشخصيه القويه يلي بتلاقيه هادي، يعني بتشوف اثنين مثلا عم يتحاكوا، واحد ضار وسب وكذا والثاني بتلاقيه مثلا متوازن او عطاه، هذا القوي وليس ذاك. نعم. هذاك نتيجه ضعفه. ضعفه بده يستر الضعف بالصوت العالي. نعم. هلا بتشوفي مثلا اثناء الحوار الغير متمكن بتلاقيه بيرفع صوته، بيحاول يطالعك من المجال، بيحاول يساوي الحوار، ضيع الموضوع كله. ايوه انه موضوع شخصي. نعم. لاحظت كيف؟ هذا دليل ضعف، لانه الصراحه من داخل فارغ. الثاني بتلاقيه ابدا متمسك تماما بالحوار ومتمسك بالهدف، لانه صراحه عنده شيء مخزون هو، وبالنهايه هو اللي بينتصر، هو اللي بيثبت وجهه رايه. يعني معلومات مهمه جدا، نتمنى الكل يكون استفاد منها. بدنا نشكرك استاذ محمد. أهلين سلمى، أهلا وسهلا. شكرا كثير طبعا لكم على هذا اللقاء الجميل ولكادر هذا البرنامج دائما، ومرة ثانية وثالثة ورابعة الشكر الأكبر لكل مين تابعنا. شكرا لك، وقت نهار حلو يا رب.